تحديدا وفي شمال غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، تضخ 187 مليون ريال دعما لعدة مشاريع تنموية وتعليمية وبلدية، الأمر الذي دعا أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان للوقوف على تلك المنجزات وتدشينها. سعيدين في الأمسية، وهذا هو الأساس، وكل ما يعمل لهم. وأيضا يتوج هذا المحل الجميل لوجود تدشين الكلية الجامعية، هذه أيضا من أهم الأشياء لأبناء وبنات المنطقة وبنات محافظة ضبا. محافظة ضبا مثل المحافظات الأخرى في الساحل إن شاء الله في منطقة تبوك ستشهد تغيير شامل، ورؤية سمو ولي العهد 2030 وإنشاء المشاريع الضخمة سواء في نيوم أو البحر الأحمر أو ديالا كلها ستغير وجه المنطقة. مشاريع بلدية تخدم المنطقة وتساهم في رفع مستوى جودة الحياة للسكان خاصة، ولتكون مصدر جذب للسياحة الخارجية وفق رؤية المملكة 2030 التي بدورها ستجعل من ساحل البحر الأحمر وجهة سياحية مهمة في قاموس السياحة السعودية. في كل رؤية تنموية بمختلف المناطق يأخذ التعليم نصيب الأسد، فاشتمل التدشين على افتتاح مبنى الكلية الجامعية الجديد بالمحافظة، والذي بلغت تكلفته 137 مليون ريال لخدمة 3000 طالب وطالبة. وتعد ضباء من المحافظات التي تتمتع بمقومات ريادية وسياحية تتمثل في إعداد خارطة مستقبلية للمنطقة. من محافظة ضباء، محمد.